مساعدات شوي من الأمم عم تجيني ولا توقف على الطريق مش عقول. أنا هربنا من ورا السياسة. بطاقة التمويل التمويلية النطرة بالبنزين كتير وترتنا أعصابنا. هم بيصلوا كل آخر شهر من الأمم عم بيقبضوا فريش دولار. يعني ضايقه على الكل، الغلا، معيشه صعبه، الظروف اللي عم بيمرقوا فيها، ارتفاع الدولار، هذا كله اثر علينا وعليهم. وحياة صعبه يعني بصراحه، ما في اقل منه ولا الله يفرجها، بس ما في الا هيك. بس المعيشه صعبه. ليش السوق خلي أحسن من البنك؟ ليش السوق ما منه كل شيء؟ كهرباء وماء وكل شيء بيأكل منه، أنت عم تدفع الضمان وأنت مش عم تحصل عليه. بدي يطلع على أوروبا هلا أنا ويعني، بدي يطلع على سوريا بعدين على تركيا بعدين على أوروبا. بس وعم لبنان حلو. كل الناس اللي بقلب لبنان فينا، الناس اللي بقلب لبنان غيرنا نحن، فكلنا مثل بعضنا، كلنا بالهوا سوا. شو بدنا نعمل؟ صبحتك. حبيبي. اللاجئ بشكل عام البطاقة التمويلية تبعه اللي عم تيجي من جهات دولية. للأسف يعني اللي بيجمعهم هو الفقر، لا شيء غير الفقر بيجمعهم بس.